الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية شخص يقتلني في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. المرأة المتزوجة عندما ترى أن شخصا يقتلها في المنام، تحذير من الخلافات الزوجية في حياتها والتي قد تؤدي إلى الانفصال أو الطلاق، والله أعلم. رؤية الشخص يعرفه يقوم بقتلي في المنام، فهو إشارة على البغض والكراهية الذي يكنه هذا الشخص للرأي، ويجب أن يحذر منه، والله أعلى وأعلم. في المنام من يرى بأن هناك من يقوم بقتله قد يكون منفعة كبيرة يحصل عليها الرائي من هذا الشخص، على قول بعض المفسرين، والله أعلم. عندما ترى الفتاة العزباء بأن شخصا تعرفه يريد قتلها، فهو إشارة أن هذا الشخص يريد الزواج منها، والله أعلم. الشخص الذي يمر بضائقة مالية عندما يرى أن شخصا يقتله، فهي مؤشر له على تخلصه من المشاكل المالية التي يمر بها، والله أعلم. عندما يرى الشخص المتزوج بأنه يقتل طفلا في المنام، دليل على حب الزوج الشديد لزوجته، وقد يشير قتل الطفل في المنام على الانتصار على الأعداء في المنام بفضل الله. وإذا رأت الأم في منامها بأنها قتلت ابنها، فهو إشارة أنها ستقطع علاقتها بأهلها وأصدقائها، وهي رؤية غير محمودة بالمرة، والله أعلم. من الممكن أن تدل رؤية قتل الطفل في المنام على مواجهتها للمشاكل والصعوبات في الفترة القادمة في حياتها، والله أعلم. عند رؤية قتل طفل مولود حديث وهو ميت في المنام، فهو دليل على ارتكاب للكثير من المعاصي والذنوب التي يجب أن يتوب إلى الله منها صاحب الرؤيا، والله أعلم. يدل القتل دفاعا عن النفس في المنام على أنه دائما ما يقف في وجه الظالم ولا يستطيع السكوت عن قول الحق. المرأة المتزوجة التي ترى بأنها تقتل دفاعا عن النفس في المنام، إشارة إلى عدم سعادتها في الحياة الزوجية، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.